الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم اهلاوي خالص باذن الله تعالى، دور ال 16 مباراه الاهلي وبيراميدز باذن الله يكون اليوم يوم الاهلي النهارده ويفوز وتاهل الى دور الثمانيه. خلينا ابدي لك من امبارح. الاهلي وصل الساعه 9 مساء طبعا، وكان على طول على وجبه العشاء، وبعد كده كان في محاضره فيديو قام بها مستر لاسارتي مع اللاعبين. وفي هذه اللحظات كابتن اسلام، يمكن لاعبي النادي الاهلي لسه مخلصين المحاضره الفنيه حالا بعد الكوفي بريك طبعا، اللي كان الساعه 5، ومن بعده 5:30 كان في محاضره فنيه يمكن مستر لاسارتي يمكن حوالي نص ساعه، ولسه مخلص المحاضره الفنيه. وزي ما انت حضرتك شايف في صوره خاصه وحصريه لشاشه تلفزيون النادي الاهلي، ان لاعبي النادي الاهلي هم خلاص نازلين من المحاضره وبيركبوا الحافله عشان هيتوجهوا كمان 5 دقائق باذن الله الى استاد برج العرب اللي هتقام عليه مباراه الليله. كابتن اسلام، زي ما قلت لك الفطار كان في العاشرة صباح اليوم، كان طبعا فطار إجباري. في الساعة 1:30 كان وجبة الغداء، والساعة 5:30 كان الكوفي بريك زي ما قلت لك، ومن بعده زي ما قلت لك المحاضرة الفنية اللي انتهت منذ قليل، والآن في صورة خاصة وحصرية لشاشة تلفزيون النادي الأهلي. كان اللاعبين نازلين من الفندق يركبوا الحافلة علشان يتوجهوا إلى استاد برج العرب. خليني أقول لك كمان إن بيراميدز أيضا بيقيم في نفس الفندق، ولكن إدارة النادي الأهلي، الإدارة أو الجزء الإداري في النادي الأهلي طبعا ذكي جدا، بيعرف يتعامل مع هذه المواقف. فاصل على طول النادي في مكان خالص، الأهلي في مكان وبيراميدز في مكان تاني خالص، مفيش مقابلات خالص يمكن ولا حتى في اللوبي. لاعبي النادي الأهلي من الفرق اللي ما بتحبش أصلا تنزل اللوبي أصلا، من الغرف إلى المكان المخصص لطعام النادي الأهلي والغرف مرة أخرى أو إلى قاعة الاجتماعات. زي ما قلت لك في صورة خاصة وحصرية لشاشة تلفزيون النادي الأهلي، يمكن زي ما احنا شايفين لاعبي النادي الأهلي هم بيركبوا أو بيستقلوا طبعا حافلة الفريق. يمكن إمامي محمد هاني لاعب المتألق طبعا في الفترة الأخيرة، والشناوي الحارس الأمين الشنو نجم نجوم النادي الأهلي طبعا زي ما حضرتك في الصورة أمامك. بإذن الله بإذن الله كابتن إسلام يكون يوم خاص، يوم أهلاوي خالص بإذن الله. لو عندك كابتن إسلام استفسار معاك. واحنا بنستقبل صورة أو صورة حصرية لاتجاه الفريق إلى أرض الملعب، لو هناك أي كلام عن التشكيل، هل التشكيل ظهر أو عرفته يا شريف من خلال معلومات حتى الآن ولا لسه؟ رسميا لم يعلن التشكيل، اللي التشكيل هيتعلن في الملعب، ولكن يمكن اجتهاد مني شخصيا هيبقى زي المباراتين الاخرى، يمكن هيبقى التشكيل مش هيخرج منهم. من الصعب او ما اشك ان ممكن يحصل تغيير في المباراه، يعني هتلاقي بنسبه 99% يمكن تفوق هيكون التشكيل هو هو. وزي ما انت شايف امامي لاعبي الفريقين والجهاز الفني طبعا في النزول الان الى حافله الفريق. كابتن اسلام معاك. طيب اتمنى يعني اول ما هيظهر التشكيل بشكل رسمي تقول لنا، هل طب عرفت مين اللي ممكن اللعيبه او الثلاث لاعبين اللي هيكونوا بره المباراه تماما؟ لسه معاك كابتن اسلام. بقول لك يعني هل عرفت الثلاث لاعيبه اللي هيكونوا خارج؟ احنا عندنا 21 لاعب في معسكر المباراه، 18 لاعب هيكونوا في القائمه وثلاث لاعبين خارج القائمه، هل عرفت مين اللي هيكون خارج القائمه؟ لسه ما بعملش حاجه طبعا. لسه حتى الاكيد يعني. خارج القائمه مصطفى شوبير طبعا، الاكيد باذن الله الشناوي هيكون في حراسه المرمى والبديل هيكون علي لطفي. مصطفى شوبير هو الاكيد اللي خارج، ناقص متبقي 2 لاعبين هنعرفهم باذن الله. هيكون اول طبعا مكان في مصر هيبقى عارف التشكيل، والخارج من التشكيل هيكون شاشه قناه النادي الاهلي طبعا. الان الاتوبيس هيتحرك الان، فهنكمل يا كابتن اسلام باذن الله التشكيل من ارض ملعب برج العرب اللي هيكون خاص وحصري طبعا لشاشه تلفزيون النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا شريف، ودايما بتكون معانا في اللقاءات الحصريه وكل هذه اللقطات الحصريه زي ما حضراتكم شايفين لاتوبيس النادي الاهلي وهو يغادر الى او بعد قليل سيغادر اللي حضراتكم شايفينه ده على الهواء مباشره. كل لاعبي النادي الاهلي بينتظروا هذه المباراه، وزي ما اتكلمت مع حضراتكم امبارح، خلي الصوره معانا برده يا سمير علشان الناس برده